رئيس كتلة المحور النيابي يطالب بإجراءات سريعة لإقرار القوانين ورسم علاقات العراق الدولية وفق مصلحة البلاد. محافظ صلاح الدين يخصص أرقام هواتف لحل مشاكل المواطنين المراجعين لدائرة التقاعد بالمحافظة. في جلسة علنية عدى يأذنون رئيسا لمجلس محافظة صلاح الدين بالإجماع خلفا للكريم. الفتح وسائرون يتجهان لتجميد مجالس المحافظات، وعبد المهدي يطالب بمنطقة حرة مع إيران على غرار الأردن.